استأنفت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس جلسة الاستماع المقرر لها في محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية وعدد من مساعديه. النيابة اليوم ردت على دفوع المتهمين اللي استمرت ما يقرب من شهر عبر محاميه. النيابة فجرت العديد من القضايا المهمة في مرافعاتها، منها أن وزارة الداخلية تقاعست عقب أحداث يناير عن تقديم الفاعل الأصلي، وهو ما اعتبر شيوع الجريمة، وبالتالي هو بيرى أن هذا التقاعس ربما يؤدي إلى خلل في بعض الإجراءات. كما أكد السيد المستشار مصطفى سليمان المحامي العام في رده على الدفوع اليوم في محكمة جنايات شمال القاهرة في ما يعرف إعلاميا بمحاكمة القرن، محاكمة الرئيس المخلوع وأتباعه، بأن التحقيقات التي أجريت مع الرئيس مبارك المخلوع ونجليه والمتهمين الآخرين أجريت في ظروف بالغة الصعوبة، وأن هناك كثير من الأدلة على جرائم هؤلاء المتهمين قد تم إخفاؤها إما عمدا أو أنها تم إخفاؤها عبر ظروف طبيعية لم يتدخل فيها أحد. النيابة ردت وقالت أن الداخلية تقاعست لأنها أيضا في قضية قتل المتظاهرين بالتحديد، لأن القاتل الحقيقي لم يظهر حتى الآن، ونتمنى أو بيطالب الداخلية بضرورة إظهار هذا القاتل الحقيقي للمتظاهرين. النيابة قالت أن الثورة أسقطت النظام المصري أو مبارك ودستوره وخلعته من الحكم نهائيا. النيابة أكدت على أن الاتهامات الموجهة في عناصر خارجية قامت بقتل المتظاهرين هو النيابة على حد قولها قالت أن مجموعات حماس اقتحمت السجون لتهريب شخصيات من هذه السجون وليس قتل المتظاهرين، وده اعتراف خطير من النيابة أن حماس كان لها دور في هدم عدد كثير من السجون لتهريب بعض المتهمين التابعين لها. بيقول ان الرئيس مبارك لم يعد عسكريا، يعني انه تحول الى رئيس جمهورية ويجوز محاكمته جنائيا وفقا للقانون المصري. بالتأكيد المرافعة بتاعت النيابة النهاردة او رد النيابة على دفوع المتهمين ستزداد سخونة خلال الساعات القادمة، لان الجلسة ما زالت منظورة، لم يصدر فيها حكم بالتأجيل او بالانتهاء حتى الآن، وبالتالي أنا أعتقد أن الأيام الجاية ستشهد مزيد من السخونة. الملحوظة المهمة في كلام النيابة النهاردة أنها زعمت أو أكد المستشار سليمان مصطفى أن وسائل الإعلام اتهمها بعدم الحيادية، وقال في مرافعته أو في دفوعه أن وسائل الإعلام تسعى إلى الإثارة واعتبر ما تذيعه من تحليلات ومن دفوع هي مجرد إثارة إعلامية لتحقيق المزيد من المشاهدة، ولا يوجد أي جهة إعلامية حتى الآن على حد زعم المستشار مصطفى سليمان إلا وهدفها الأساسي هو الإثارة والمبالغة، وبالتالي هو بيقول أنها كانت غير حيادية تماما خلال الفترة السابقة. اليوم السابع مباشر، الخبر من قلب الحدث.